من هو النبي الذي اشتهر بصناعة الدروع؟ السؤال الثاني: في أي سورة وردت قصة سيدنا سليمان عليه السلام؟ السؤال الثالث: ما هي السورة التي يستحب قراءتها في يوم الجمعة؟ السؤال الرابع: من هو النبي الذي دعا الله أن ينزل المائدة؟ السؤال الخامس: من هو الصحابي الذي غسلته الملائكة؟ السؤال السادس: ما هي أول صلاة فرضت في الإسلام؟ السؤال السابع: ما هي الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم؟ السؤال الثامن: ما هي الأرض التي أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم أرض الصدق؟ السؤال التاسع: ما هي السورة التي ذكر فيها أكبر عدد من الحيوانات؟ السؤال العاشر: السؤال الحادي عشر: من هو أول أبناء سيدنا آدم عليه السلام؟ السؤال الثاني عشر: ما هما المعوذتان؟
السؤال الثالث عشر: ما هو الذنب الذي لا يغفره الله ما لم يتم التوبة منه؟ السؤال الرابع عشر: من هو الملك الموكل بالوحي؟ السؤال الخامس عشر: ما هي السورة التي ذكر فيها أبو لهب وزوجته؟ السؤال السادس عشر: ما هي الصلاة الوسطى التي ذكرت في القرآن الكريم؟ السؤال السابع عشر: من هو آخر من توفي من الصحابة رضي الله عنهم؟ السؤال الثامن عشر: من هو أول من قام بفعل قوم لوط في التاريخ؟ السؤال التاسع عشر: ما هو الشهر الذي يؤدى فيه فريضة الحج؟ السؤال العشرون: من هي ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأم الحسن والحسين؟ اكتب الإجابة الصحيحة في التعليقات.